انا صريح. فلا قلبي عمرو دياب طبعا شرخ طبعا، بس عمرو مش نظيف. الله عمرو صاحبي بصراحه، صاحبي وصاحبي، بس والله مش نظيف. يعني الفرق بيني وبين عمرو تقريبا لا 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 6 سنين تقريبا، تقريبا 6 سنين. يعني انا ماشي، ما مش قصدي، يعني قصدي هو كان نجم ونجم كبير وانا ببتدي، فهمت قصدي؟ يعني انا كنت لسه بعمل لقاء النجوم 1 أغنية وهو بيعمل الالبوم بتاعه الرابع، بعمل اغنيه في لقاء النجوم 2 وهو بيعمل الالبوم السابع مثلا. لا يعني تقريبا هو كان كلهم تقريبا 4 أو 5 ألبومات قبل ما انا ابتدي، في 4 أو 5 ألبومات خلاص هو بقى نجم. يعني فاهم قصدي؟ واستمر الى الان. لا بص، عمرو دياب ده ظاهره، مش ظاهره يعني قصدي حد يستحق الدراسه. ده راجل مش بس بيغني وبيختار اغاني، لا ده راجل فاهم يعني ايه ماركتنج. دي قصه بقى، ما دي ده موضوع تاني خالص بقى، ازاي تسوق فنك ده، ازاي تخلي الناس كل الناس يعني تسمع الاغنيه اللي انت بتنزلها اي وقت، او يتكلموا عن حاجه انت بتقولها. خد بالك استاذ هاني منور حبيبي، استاذ هاني منور. فطبعا لا ده مكان لوحده يعني. يعني احنا بنتعلم من عمرو ازاي شكل الميديا، ازاي تتعامل معاها، ازاي تتعامل مع ايه اللي يفرق عمرو من وجهه نظر نجم كبير زي حضرتك عن الجيل الجديد اللي موجود، مش هقول اسماء، وكلهم ولا ابناء جيله نفسه يعني مثلا محمد فؤاد، مدحت صالح، ايه اللي طب خلينا نعرف الاول ايه اللي يفرق عمرو عن ابناء جيله نفسه؟ ان عمرو كمل على الناس النهارده ممكن تسمع ايه، ممكن الكلام، وان كان ان مش شرط ان قيمه الكلام تبقى كبيره قوي. يعني دايما تبص تلاقي الاغاني موجوده مثلا ايه عند عمرو دياب، اغاني سهله بسيطه، هو بيتناول المدرسه البسيطه اللي بتوصل. قلما تلاقي اغنيه كلامها كبير قوي كده، عمرو اخد بالك كبير يعني ايه، زي الكلام اللي كتب مثلا الاستاذ علي حجار او الاستاذ مدحت صالح. بس مش قصدي الجيل، مش قصدي، فاهم قصدي؟ بكلمك ده الفرق بينه وبين جيله، بس لما هو قرب من الناس طبعا. ما هو عمل ده، مش عمل رصيف نمره 5 وعمل مصر عادي مثلا، وعمل مصر ايوه بيحصل، بس قصدي نسبه ده في تاريخ عمرو دياب في نجاحاته مش ده، هو في القريب، هو ده اللي وصل. زي مثلا لما اجي انا اعمل مثلا ايه الليله دول السود عيونه، مظبوط سكت على شيء، بس ممكن تلاقيني عملت مثلا العم نوح جحا، يعني فاهم قصدي؟ يعني من ان لاخر انت بترمي حاجه انت نفسك يعني جواك كلام معين عايز توصله، فكر معين عايز توصله. فانا بقول لك يعني الفرق. ما تيجي مثلا تقول لي الفرق مثلا، يعني عشان النهارده مثلا احنا اتكلمنا شويه عن عمرو دياب، طب تعالى نتكلم عن حاجه ثانيه، تعالى نتكلم على ان الاغنيه 5 حاجات مش كده؟ يعني الكلام، اللحن مش كده، التوزيع الموسيقي، والصوت والكليب، مظبوط؟ مش الاغنيه دي مراحلها؟ طيب 5 مراحل دول ممكن جدا الاغنيه عندي ال5 مراحل دول يبقوا 100% فتضرب ماشي، وممكن اغنيه الـ في مرحله منهم تبقى واقعه والاغنيه برضو تضرب، مرحله منهم تبقى اقل شويه، تبقى 80% 70%، بس قد ايه بقى انت هتقدر تعمل مجموعه اغاني ال5 حاجات فيهم 100%؟ خد بالك الناس كلها كانت بتقول ان مصطفى يعني اما بيجي يصور ما يعني محدش بيعرف يصور كليب زي او يجيب فكره زي اللي هو بيجيبها، زي منايا وزي وكتير كل لغايه اخر مش كده؟ طيب ده دي حته انا اتميزت بيها انا، يعني عن كل ابص بقى عن مين؟ عن كل الناس الموجوده في مصر الوطن العربي. يمكن دي الحته اللي عامله لي اضافه لغايه النهارده، هي والسينما اللي مخلاني موجود وليا جمهوري وموجود بقوه، مظبوط؟ لكن ممكن اكون مثلا اقعد 3 أو 4 سنين ما اعملش قلبه عايش، فالناس ماشي، بس ما هو ده برضه مش صح. ده بقى ممكن انا اعمله لكن ما اعملوش عمرو دياب. ليه؟
عشان هو مصر على ان هو يفضل موجود في الحته دي واي حاجه تانية مش مهمه. هو ده المهم. ها؟ ما الناس بتختلف. ايه رايك في